تري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التري يعني المفروض النهاردة أول يوم في الأبناء من المحلات بيقفل. مفيش حاجة قافلة. فالدنيا كلها مفتوحة. أنا امبارح عملت لهم فيديو الناس هي بتجلس لحد الساعة 7 بالليل. النهاردة نزلت عشان أشوف في لوك داون ولا في لوك داون ولا أب داون. المحلات كلها فاتحة وكله بيأكل وكله بيشرب. هم قالوا المطاعم بس اللي تقفل، في شويه مطاعم قافله لكن الباقي كله فاتح، تكاولون التكاوي ومحلات وحلاقين وملابس واحذيه كل حاجه فاتحه. بصوا الناس قد ايه؟ بس هي جمال جديد. منظرها كده ما بيسمعوش الكلام وكل كانتون بقى بيعمل اللي هو عاوزه، يعني كل كانتون كل محافظه الدنيا زي الفل. والنهارده الجو كويس جدا احسن من امبارح، وبكره هيبقى برد يعني، فالشمس طالعه والبط والوز شغال، الناس عماله تاكل وتشرب، ولا في كورونا ولا بنت عمها ولا بنت خالتها كمان الجديد ده واللي جاي ده ولا في الدماغ. احنا برضه بس لابسين الماسك طبعا، لكن كله مكبر يعني، فربنا يستر. نكمل الفيديو بعد كده. السلام عليكم. Thank you.
فيديو؟ يا فيديو ايوه ماشي تنريت مال اتكلم 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 طيب خلاص مخ ماشي خلاص ماشي زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي في على البحيره وهنا الاوبرا ورايا المكان ده البلفي ده مكان جميل جدا اي حد جه زيوريخ طبعا هيعرفه البحيره ورا وكده انا مش شايف لوك داون كل حاجه مفتوحه كل حاجه مفتوحه مفيش بس غير المطاعم الكبيره عاملين شباك كده بيبيعوا منه تكاوي لكن غير كده الدنيا ماشيه طبيعي جدا ومفتوحه وناس كتير في الشارع مفيش لوك داون اه والله مفيش لوك داون ولا في اب داون كله مانجاس كله مانجاس اه يلا ما كله مانجاس باليوناني بتقول لك يعني احنا بتوع زيوريخ احنا طبعا عارفين احسن من اي حد فربنا يسترها يعني كمل الفيديو بعدين